وما قلت لكم ترى اللي ياكل لسان ينترس قلبه حنان. الله صح لسانك. وما وصيكم اكلوا كراعين حتى قلبكم يصير حنين. الله شلون كرعونة دايبه ذوب هو اليابة ذوب قلوب. نراويهم العين ليش شلون ننظفها باعوا هيج يشيلون هاي ما تاكلوها طبعا وهاي شنو تاكلوا تعصر لها ليمونه صغيرونه واللي ياكل عيون يصير طيب وحنون. الله صح لساني. واخير شيء اللي ياكل تشريب عمره ما يشيب. يابا شلون تشريب بخبز العراقي نحط وياه لحمه غنم شويه من هنا من هاي مال شو اسمه مال موزات. ايش كم واحد قام يمطق هسه؟ ايش كم واحد؟ كتبوا لي بالتعليقات.